السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من قناة الشروق. أعلن رئيس الأركان أن الجيش السوداني ليطلق رصاصة واحدة على الشعب إلى حين نجاح ثورته. وقال رئيس الأركان هاشم عبد المطلب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بدولة جنوب السودان إن الجيش سيقف إلى جانبه بعيدا عن التخريب والانفلات الأمني. أعلنت لجنة أمن الولاية الشمالية زيارة عدد القوات الأمنية بمناطق التعدين وتسيير قوات متحركة لحفظ الأمن ومنع التفلتات. وأدنت اللجنة في اجتماع طارئ مع ممثلي وزارة المعادن ما حدث في الشركة التركية من حرق ونهب للممتلكات من قبل المعدنين التقليديين. أعلن وزير البترول بدولة جنوب السودان عن ضخ النفط من حقل النار بولاية روينغ بإنتاج 5000 برميل يومية بمساعدة فنية من السودان. وكشف الوزير عن تدفق النفط بسلاسة بعد أن تم حل المشكلات المتعلقة باستيراد المواد اللازمة للحفر والإنتاج. وقعت وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي اتفاقية لتحسين الوضع الغذائي ومعاملات ما بعد الحصاد. وأكد وكيل الوزارة أن القطاع الزراعي هو المرتجى لتحسين الوضع الغذائي. وأمن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي على العمل لنقل خبرات البرنامج والمساعدة في القضاء على الجوع. تفقد رئيس اللجنة الاجتماعية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي عمليات تصحيح امتحانات الشهادة السودانية في مراحلها الأخيرة، وأعرب عن أمله بأن يدخل طلاب الشهادة السودانية لهذا العام الجامعات في بيئة أكاديمية مواتية تمكنهم من التحصيل العلمي على الوجه المطلوب. نهاية الموجز. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. تحية لكم وإلى اللقاء.